الباحثون السوريون. سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. عتبة الألم Pain Threshold. عتبة الألم تعني المرحلة التي يستطيع المحرض أن يحدث الألم، أي الحدود العليا لتحمل الألم، وعندما يتجاوز المنبه الخارجي أو الداخلي هذه العتبة نشعر بالألم. هناك مرحلتان للإحساس بالألم، الأولى بيولوجية كالجروح أو ألم الرأس، إذ تصل هذه الإحساسات إلى الدماغ وتخبره أن هناك مشكلة أو خطب ما. أما المرحلة الثانية فهي كيفية تفاعل الدماغ مع هذا الألم، هل نتجاهل هذا الألم ونتابع نشاطنا أم نوقف كل شيء ونركز على ما يؤلمنا؟ إذن الألم هو ترجمة كيميائية حيوية وعصبية لشعور مزعج أو تجربة عاطفية. يقول الدكتور دوريس كوبي طبيب التخدير الذي يقود البرنامج الطبي للألم في جامعة بيتسبرغ، يؤثر الألم المزمن على الطريقة التي يعالج بها النخاع الشوكي والدماغ والأعصاب المنبهات المزعجة ليخلقوا حالة من فرط الحساسية، إذ يمكن للدماغ أن يخفف أو يضخم الألم وفقا للأحاسيس، فالتجارب والحوادث التي خاضها الشخص تؤثر في حساسيته وردة فعله للألم. يعد تدبير الألم ألم الشقيقة خاصة ومستوى تحمل الناس لأعراضه تحديا كبيرا في أمريكا، إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من 75 مليون شخص يعانون من ألم تدوم أكثر من 24 ساعة حسب American Pain Foundation، وتزداد معاناة الشعب الأمريكي من الألم بسبب زيادة العمر والوزن، إذ أصبح الأمريكيون يعيشون مدة أطول ويعاني ثلثهم تقريبا إما من الوزن الزائد أو البدانة. إن أشع سبب للألم المزمن هو ألم الظهر، أما الألم الحادة فإصابات الجهاز العضلي الهيكلي بسبب حوادث الرياضة هي المسبب الأشيع لهذا الألم. تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر، فهي تتأثر بعواطف المرضى وبنية أجسامهم ونمط حياتهم، وهناك أسباب عديدة تؤثر في تحمل الألم منها. أولاً، يزيد الاكتئاب والقلق من حساسية الشخص للألم. ثانياً، يستطيع الرياضيون تحمل الألم بدرجة أكبر من الأشخاص الذين لا يمارسونها. ثالثاً، يعاني المدخنون والأشخاص البدينون من الألم بنسبة أكبر. هذا وتحدد كل من العوامل البيولوجية كالمورثات والإصابات كإصابات العود الفقري والأمراض المزمنة كالسكري كيفية استجاباتنا للألم. نصفك الحساس. تشير الأبحاث إلى اختلاف شعور الألم من جهة أخرى في جسم المريض، فقد أظهرت دراسة نشرت عام 2009 أن الشخص الأيمن، أي الذي يستعمل يده اليمنى في معظم نشاطاته، يمكن أن يتحمل الألم في يده اليمنى أكثر من اليسرى. عزت ذلك إلى أن اليد المسيطرة وهي اليد اليمنى يمكن أن تفسر الألم بسرعة ودقة أكثر من اليد غير المسيطرة، وهذا يفسر استطاعة النصف المسيطر تحمل الألم. كما أظهرت هذه الدراسة أن النساء كن أكثر حساسية للألم من الرجال، ولكن قد يتساوى الجنسان في قابلية تحملهما لشدة الألم. تجدون في هذا المقال دراسة مفصلة عن اختلاف تحمل الألم بين الرجال والنساء. ذو الرؤوس الحمر أكثر حساسية للألم. أظهر تقرير نشر عام 2009 في مجلة Journal of the American Dental Association أن ذوي الشعر الأحمر كانوا أكثر حساسية للألم واحتاجوا جرعة أكبر من المخدر خلال الإجراءات السنية. لكن لماذا ذو الشعر الأحمر بالتحديد؟ يقول الباحثون أن ذوي الرؤوس الحمراء يملكون طفرة في مورثة تسمى مستقبل الميلانوكورتين ميلانوكورتين 1 ريسبتورز MC1R، وهي الطفرة التي تكسبهم صفة اللون الأحمر للشعر. تنتمي هذه المورثة إلى مجموعة من المستقبلات التي تتضمن مستقبلات للألم في الدماغ. يعتقد العلماء أن الطفرة في هذه المورثة بالتحديد يمكن أن تؤثر على الحساسية تجاه الألم. تطوير تحمل الألم. يمكن أن يؤثر التكوين البيولوجي للشخص على احتمال تطويره مقاومة لأدوية الألم. هذا يعني أن الدواء الذي كان فعالا في القضاء على الألم أو تخفيفه لن يكون ذا فائدة بعد الآن، وهذا ما يسمى بالحلقة المفرغة. ففي هذه الحالة ستستخدم أدوية وعلاجات أكثر، ما يؤدي إلى زيادة المقاومة لهذه الأدوية وقلة النشاط، ومن ثم زيادة الألم أكثر فأكثر. لا نستطيع تغيير مستقبلاتنا الوراثية أو لون شعرنا أو يدنا، لكن هناك آليات يمكن أن تؤثر على طريقة تفاعل دماغنا مع الألم. قد ركز الباحثون على محاولة تغييرات التفسيرات النفسية للألم من خلال إعادة تدريب الدماغ اعتمادا على العلاجات البديلة كتقنية الاسترخاء التي تعلم الشخص صرف تفكيره عن الألم، إذ يستطيع المرضى تقوية أنفسهم من خلال تعلم تقنيات الاسترخاء كتمرينات التنفس خلال الولادة الطبيعية. فعندما يتعلق الأمر بالألم يمكننا أن نصرف تفكيرنا عنه بأشياء بسيطة يمكن أن نفعلها كالتأمل وإلهاء نفسي بشيء ما والتفكير بإيجابية. قياس شدة الألم. لأن العامل الشخصي يتدخل في التعبير عن الألم، تم الاعتماد على أجهزة لقياس الألم للحصول على شدة الألم الحقيقية. تستعمل هذه الأجهزة في بعض المراكز لأغراض البحوث والدراسات، منها VAS و MPQ.
اللذان يبينان طبيعة الألم وشدته.